فؤاد، ازيك يا فؤاد؟ السلام عليكم محمود حبيبي. في جولة باسباير زون، يعني 7 ملاعب تبنهم بعد ما قطر اعلنت ان هي تاخد كاس العالم. راح نديك ان شاء الله تشوف كل الملاعب واحد واحد ان شاء الله. مدينة تعليمية احمد بن علي يا جدعان، خلاص اهو فؤاد هيودينا كل الملاعب ان شاء الله. هذا اول مونديال في التاريخ اللي ممكن تشوف فيه 4 مباريات في اليوم. تروح من ملعب لملعب لملعب. هاي اول مره وقد تكون اخر مره في التاريخ. انك تشوف 4 مباريات في نفس اليوم بالضبط. ناخذ الطائره، احنا نبص لاعلى برج في قطر، نشوف هيجرى لي ايه لما اوصل هناك. بيقول لك هدوك مين يا عم؟ تعال لسه. والله العظيم ده بقى يا جماعه استاد خليفه الدولي، ده كان اول استاد تم تجهيزه. يعني الاستاد كان موجود بس ده اول حاجه تم تجهيزها لمونديال قطر. بجد يا جماعه قطر عامله شغل عالي جدا. يعني انا بقعد اقول كلام كده بس فعلا الناس عاملين شغل كبير. وادي طيران وتامين والدنيا شغاله زي الفل في قطر. تعال بقى نروح هنا الفندق ده، جوه فندق صح؟ فندق الشعله عامل مكتوب. بصوا يا جماعه هنا في فندق اسمه فندق الشعله اهو. يعني بص، لا ده كده بدا الموضوع بدأت دماغي توجعني لما قربت من المبنى. مش ممكن بجد، ده عالي جدا يا جماعة. ايه ده؟ والله دماغ وجعتني فعلا. لسه هناك. اوه يا جماعة، اللي يقف هنا ويبص كده يدوخ بجد. تعال نشوف، يلا نشوف هيجرى لي ايه لما اوصل هناك. بيقول لك هدوخ مين يا عم؟ تعال لسه والله العظيم دماغ وجعتني. ايه ده؟ مش قادر ابص يا جدعان فوق. لسه هناك. هناك فين؟ اكتر من كده؟ بجد تبص كده يا جماعه، تبص لفوق دماغك يحصل لها حاجه. بص كده. مش ممكن بجد، انت عايز تلوخني يا عم. بص كده. لا هات كده، خلي الناس تبص، انا خلي الناس تبص معايا. بصوا يا جدعان احنا هنبص لاعلى برج في قطر، خلينا نشوف كده. يا لهوي يا جماعه، مش ممكن بجد. هذا واحد صعد. ده شيء مرعب جدا. واحد صعده ازاي يا عم؟ انت بتهزر؟ والله ازاي؟ ده حاجه مستحيل. طيب بطل اعلى. يا لهوي على الوجع بجد. لا حاجه صعبه قوي. وادي الاستاد اهو يا جماعه، هنبص عند الاستاد بس. بجد المنظر رهيب. وادي الراجل الجميل التقيل قوي. فؤاد، ازيك يا فؤاد؟ السلام عليكم محمود حبيبي. في جوله باسباير زون. هذا ملعب استاد خليفه الدولي، فظيع. اول ملاعب كاس العالم، هو ملعب قديم، هو الملعب الوحيد الذي كان مبني من قبل الإعلان عن استضافة قطر لكأس العالم. تم تهيئته وإعادة بس قبل كأس العالم كان في ملاعب كثيرة. لا هذا الملعب الوحيد من بين الثمانية. من بين الثمانية السبعة انبنته، هذا الوحيد اللي كان مبني. ده كده عملوا شغل فظيع قوي. يعني ده الوحيد اللي كان موجود وهم بنوا 7 مرة واحدة. يعني بنوا 7، مش بتوع أندية أصلا. لا إزاي؟ مش فاهمها دي. يعني انت طب والملاعب دي هتعمل فيها ايه بعد كده؟ الملاعب انبنت 7 ملاعب جديده لكاس العالم. ايوه هتبقى بتاعت انديه بعد كده ولا ايه؟ الملعبين فقط يصيروا تبع انديه، والباقي الريان والوكره. والمدينه التعليميه ده ايه؟ ما ده الريان بتاعي. لا المدينه التعليميه لا الريان هو الريان احمد بن علي. احمد بن علي. المدينه التعليميه لم يتم تحديد النادي الذي سيستفيد منه. يعني 7 ملاعب تبنهم بعد ما قطر اعلنت ان هي تاخد كاس العالم. راح نديك ان شاء الله تشوف كل الملاعب واحد واحد ان شاء الله. مدينه تعليميه احمد بن علي. يا جدعان خلاص اهو فؤاد هيودينا كل الملاعب ان شاء الله. خلي بالكم، احنا انا كنت ناوي ان شاء الله نعمل ايه، قصه عن كل ملعب قبل كاس العالم، هيستضيف فرق ايه وهيتلعب ايه وكل حاجه عنه. يعني الوقت بدل ضايع، ما يهمش، بس احسن ما نوصلش خالص. وصلنا في الوقت بدل ضايع. حبيبي يا فؤاد، وتسلم على الجوله الرائعة دي، وإن شاء الله نوري الناس حاجات كتيرة جدا مميزة في قطر. دي نافورة كده ظريفة في الفندق. نوري لهم فقط الفندق هنا، عندك نفق اللي ساكنين في الفندق، نفق مباشرة
يروح على المركز التجاري بدون ما ينزل للشارع. ما ينزلش اصلا. على طول يعدي من النفق يخش على المول التجاري اللي هناك. درجات الحرارة اليومين دول احسن مش كده؟ لا لا تحسن الجو كتير، تحسن الجو كتير مقارنة احسن بكتير. انت كنت بتقول لي 60 درجة ما وين احسن الجو لا حلو. لا في الصيف حر هنا يعني كتير. لكن طول ما احنا رايحين على الشتاء الجو بيبدا يبقى كويس. اكيد راح تصير معنا بعد اسبوعين تصير فريش ان شاء الله. طيب انا شايف اخر حاجه الطرق ظريفه وواسعه، انت متوقع ان في كاس العالم يحصل برضه شويه زحمه؟ لا لا اكيد راح يكون، لانه هذا اول مونديال في التاريخ اللي ممكن تشوف فيه اربع مباريات في اليوم. تروح من ملعب لملعب لملعب، هي اول مره وقد تكون اخر مره في التاريخ. انك تشوف اربع مباريات في نفس اليوم بدون اخذ الطائره. صح، بالمواصلات بدون اخذ السياره تخلص ده تركب مترو تروح على الثاني. مترو تروح على الملعب الثاني تشوف المباراه. وهو في دوري المجموعات اربع ماتشات كل يوم بعد الافتتاح. ممكن انت لو عندك تذاكر اربع مباريات تشوفها بالراحه اربع مباريات. تخش هذه اول مره وممكن تكون اخر مره. بجد حاجه جميله جدا جدا. وبعدين كاس عالم في المنطقه العربيه دي كمان حاجه مميزه يا فؤاد مش كده؟ اكيد اكيد، هو هذا مونديال كلنا معناه. بالظبط، لانه هذا المونديال اللي نوري احنا كعرب وكمسلمين اننا قادرين على التنظيم واحنا زينا زي كل البلدان الاخرى. بالظبط، واحسن والله في حاجات كتير. صحيح صحيح، احسن في حاجات كتير. واخر حاجه بقى الحملات اللي ضد قطر في حكايه التنظيم. لا هذه انا نقول لك حاجه. محمود الحملات هذه راح توقف سياسيا يعني؟ راح توقف هذه الحملات يوم 20، لانه الاعلام الدولي راح ينقل الصوره الحقيقيه. بالتوفيق للناس دي بجد، وان شاء الله قطر تشرف العرب في المونديال ان شاء الله. حبيبي يا فؤاد، وادي اخر لقطه لاستاد خليفه الدولي. ماشي، هندخل المول دلوقتي من جوه ونجيب شويه لقطات رائعه جدا، لكن برضو قلنا لازم نوريكم الاجواء من الخارج في استاد خليفة الدولي. وكان يعني معلومات رائعة جدا من فؤاد اللي ما شاء الله عليه، يعني راجل صحفي رياضي كبير جدا جدا، ان شاء الله يفيدنا في الفترة اللي جاية دي ونوريكم معلومات كبيرة جدا ان شاء الله. من هنا لغاية نهاية المونديال كل يوم هننزل لكم اخبار عن مونديال قطر، عن الحياة في قطر، عن كل حاجة في قطر. استنونا، واوعوا اوعوا تروحوا في اي حتة. معلومة أخيرة بقى عن الفندق أو الشاشة العملاقة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة، ده فندق الشعلة، والشاشة اللي فيه دي أكبر شاشة إعلانية في العالم، موسوعة جينيس. دي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر شاشة إعلانية في العالم. انتوا مش متخيلين المساحة يا جماعة، هي باينة من هنا ان هي ما تبانش كبيرة، لكن المساحة كبيرة جدا وعالية جدا، فعلا شاشة ضخمة عملاقة، حاجة يعني فوق الوصف، أكبر شاشة إعلانية في العالم.